السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض حاجة جديدة في 2019، ألا وهي Insert Link Topography. إيه Link Topography دوت؟ لو أنت شغال على سيفا 3D وعملت الطبوغرافيا بتاعتك وكل شوية في تعديلات، فأنت بتعمل لينك كل ما ياخد تعديل التعديل يظهر عندك. طب ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب إن أنت تعمل سنكرونايزيشن من الأوتوديسك لسيفا 3D للحساب بتاعك على بيم 360، تمام. وبعد كده هتيجي في الريفت وتقول لينك توبوغرافي، فهو هياخد التوبوغرافي اللي موجوده على بيم 360 ويبدا يظهرها لي في قلب الريفت، ولما يحصل اي تعديل على الكلاود التعديل ده يظهر عندك انت كمان، تمام. ده هيتطلب ان انت بتسطب اوتوديسك ديسك توب كونكتور، تمام. بتقول له انستول ناو وتبدا تحمله و ترفع الموديل من على سيفر 3D اوتوماتيك يظهر عندك في قلب الريفت.